معلمتي هي الشاي. شرفتونا واهلا وسهلا فيكم. مثل ما بتعرفوا جميعا اهميه اجتماعاتنا الخيريه هي وتعاوننا على فعل الخير، وهلا بوجه شكر كبير لكل من ساهم بالمساعدات الخيريه لاخواننا المحتاجين، لانه هي النتيجه فعلا تدعو الى الفخر من كثره التبرعات اللي ما توقعناها ابدا. وبكل حب بشكركم جميعا. عفوا لحظة، وهلأ بوجه شكر كبير وخاص من جمعيتنا وبرسالة حب وشكر وامتنان من أخواننا المحتاجين للسيدة إيلين تالاش أوغلو. شكرا. تفضلي لو سمحتي. لو سمحتي. من بين أكبر المبالغ اللي قدمت كتبرعات مبلغ السيدة إيلين. نتشكرك من كل قلبنا. المحتاجين هلأ ممنونين إلك كثير. بفضل الله وبفضلك مئات الأطفال رح يشبعوا. تفضلي الكلمة إلك. شكرا. أجمل شيء بالحياة نتعاون على فعل الخير كلياتنا لنقدر نعطي أمل جديد. لهيك بتمنى من كل الناس الأغنياء يساهموا بمساعدة الفقراء. أنا مبسوطة لأني بعرف هالشعور مع أني هلأ موجودة بيناتكم. شكرا. فخلونا نتعاون كلنا على نشر المحبة والخير والتبرعات. وشكرا لكل الموجودين. وهلا بتشرف بدعوة مدير جمعيتنا السيد أحمد كورت أوغلو ليلقي كلمته. امشي. بالسيارة من شوي؟ ما بعرف، ما أنا كنت معك طول الوقت. بعرف بس قلت بركي طلعت. صاير شي؟ لا ما في شي، بسيطة. أعزائي المسافرين، نحن على وشك بدء عملية الهبوط إلى مطار لندن الدولي. يرجى من حضراتكم ربط الأحزمة والاستعداد للهبوط خلال 5 دقائق فقط. نرجو منكم الاستعداد الكامل. وين كنتي؟ شاركت باجتماع للجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء. كيف كانت؟ منيحة، برعت فيها.
معك.